قال الرئيس السيسي إن الدولة لديها خطة لزيادة حجم إنتاج الزيت بدلا من الشراء من الخارج. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايلو فودز الصناعية الغذائية أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، وأكد أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطيات اللازمة باستمرار. الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على الست شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء مليانة. انا عايز اقول لكم كلمه ست شهور معناه ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله. ده تكلفه كبيره جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله. لكن لا باس، احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتقابلنا.